أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي راديو الغد، أيضا عبر فيسبوك. واليوم أنا سعيد أن ألتقي بقامة من قامات مدينتنا، مدينة الموصل، ألا وهو المايسترو الموسيقار الأستاذ كريم كنعان وصفي، وأيضا من أبناء مدينتنا العريقة، والده أيضا من الفنانين الكبار على مستوى الوطن العربي، ألا وهو الفنان الممثل الكبير كنعان وصفي. والموصل بحاجة إلى أبنائها الخيرين الطيبين، واليوم التقينا صدفة يا أستاذ كريم، وأيضا أنا ارتحت جدا، وأيضا اليوم راح نسمع منك فشي أيضا يريح الناس الموجودين في مدينة الموصل، وخصوصا أنت في جعبتك الكثير من الأشياء اللي تحب تطرحها وتحب تقدمها لمدينتك، مدينة الموصل. وسؤالي إليك يا أستاذ كريم، زيارتك إلى مدينة أربيل ومنها إلى مدينة الموصل، هل هي زيارة رسمية أم زيارة عمل؟ الحقيقة شكرا جزيلا، أنا جدا سعيد بلقائنا هذا، وكن كان كنت واقع أن يكون هذا اللقاء أوقت، لكن أرادت الظروف أن يكون لقاءنا اليوم. وأنا أسعد أيضا بعلاقتي المباشرة مع الموصل الحدباء النجباء وأهلها الطيبين وأرضها الطاهرة، وإن شاء الله تكون تحررت من الإرهاب ومن التعنيف ومن التكفير ومن الحنق والتشنج السياسي والإنساني وكل هذه الأمور. الحقيقة هي وجودي هنا هو مسؤولية أخلاقية إنسانية فكرية وفنية وشخصية بحتة، ليس فيه تكليف من أي حكومة أو أي، أنا أعمل بشكل حر، وأنا قائد أوركسترا متفرغ عالمي، أقوم بنشاطات بين أمريكا وأوروبا وأحيانا في العراق. كنت أقود الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية منذ 2007 ولحد 2012، وبعد ذلك من 2014 لحد 2016، وآثرت في الفترة القادمة بحكم تسفاري كثير وعلاقاتي الدولية أن أفيد البلد بشكل أوسع من خلال فقط قيادتي للفرقة السيمفونية، وهذا من خلال مؤسسة الفن السلام التي أسستها وأقودها بين الولايات المتحدة وبين سويسرا وبين والسويد وإيطاليا وألمانيا والعراق، وأيضا شمال أفريقيا في وقت قريب. ومن خلال مسؤوليتنا هذه هناك مسؤولية على عاتقنا باتجاه بلدنا وباتجاه محافظتنا وباقي محافظات العراق الحبيب، فقمنا بنشاطات في بغداد وكربلاء والبصرة وبابل والناصرية ونشاطات كثيرة أيضا في أربيل وفي سليمانية، لكن لم نقم بأي نشاط في الموصل، وحان الوقت أن نقوم بأمور باتجاه التأكيد على حل النزاعات والتخفيف من حدة الإشكاليات والعلاج بالموسيقى والعلاج بالصوت والتواصل الثقافي مع العالم من خلال علاقاتنا، وهذا ما أود أن أقوم به مع الموصل باتجاه تشكيل خلية عمل من المحافظة ومن كل الطيبين والموسيقيين المثقفين اللي موجودين باتجاه ربطهم مع العالم أجمع حسب الإمكانيات، فهي مسؤولية أخلاقية شخصية. ممنونين، شكرا لك. نروح فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع الأستاذ كريم كنعان وصف. أهلا وسهلا بكم وعودة ثانية مع حديثنا الشيق والرائع مع أستاذنا الكبير كريم كنعان وصفي، وكان حديثنا نهاية للفصل الأول هو عن مدينة الموصل. وكان بودي يا أستاذ كريم بصراحة أن ألتقي بك في مدينتنا مدينة الموصل وفي الأجواء الجميلة وأيام الزمن الجميل، ولكن الظروف حتمت علينا أن نلتقي بعيدين عن مدينة الموصل، ولكن قلبنا من داخل المدينة. أكيد. تحدثت عن المنظمة وهذا، فمدينة الموصل بها كثير من الأدباء والفنانين، وأكيد أنت عندك منظمة إنسانية كريمة وجميلة وعدكم بواجبات رائعة جدا على مستوى المنظمات وعلى مستوى الحكومات أيضا، وأريد أن أكون دور ناقل
للصور بشكل ثنائي، وفي نفس الوقت نريد أن نخلق جسر من جسر فكري وجسر لوجستي باتجاه استقطاب إعادة البناء، إعادة البناء الإنساني أولا، إعادة بناء الثقافة، إعادة بناء الفنون، وبالتالي إعادة بناء حتى البنايات وحتى الأحياء والأزقة وما والكليات والجامعات والمعاهد وكل شيء. التي الأثرية والأماكن جزء تتعلق بالموسيقى والفن والأدب كمدارس. التركيز على هذا، نعم، أنا حلمي كان وكتبته على الفيسبوك قبل ساعات أن هدفي الأول في نينوى وفي الموصل أن ليس فقط أن أقدم موسيقى كلاسيكية وأقيم مركز للعلاج بالصوت، وإنما أن نعيد بناء وافتتاح كلية الموسيقى، مسارح، المعارض الفنية، وفي نفس الوقت القيام باتجاه أن يكون هناك حالة وصل وجسر فكري بين المحافظة وبين الناس من دول أخرى والمؤسسات والمنظمات باتجاه إكمال بنائها. فحملة نريد أن نبتدئها سوية من خلال الغيار الموجودين باتجاه إكمال بناء ما كان موجود أصلا، وإعادة بناء ما تهدم، وإعادة بناء الحياة الثقافية والحياة الفكرية والحياة الفنية، وبالتالي استقطاب المؤسسات والشركات الدولية التي تستطيع أن تتعامل بشكل مباشر مع المستفيد. هذا فيه جزء دعم للدولة، لأنه الدولة عندها مشاكل في ميزانية ومشاكل اقتصادية، فعندما يكون هناك إمكانية أن تنفذ جهات أو شركات بشكل مباشر مع الناس ومع الجهات المستفيدة تنفذ أعمال التطوير بمعرفة الدولة وبمعرفة الحكومة، هذا شيء ممتاز. ونحن أيضا نساعد المحافظة ومجالس المحافظات الموجودة ونخفف عنها عبء إعادة البناء. الدولة فيها مشاكل في ميزانية وفيها مشاكل اقتصادية، لكن من خلال اسمي وأسماءنا ومجهوداتنا نستطيع أن نستقطب إن شاء الله الجهات التي بإمكانها أن تتعامل بشكل فيه مباشرة مع الجهات المستفيدة اللي هي المواطن واللي هي المؤسسات التعليمية أهم شيء، والمؤسسات الصحية أيضا. أستاذ كريم، هل بإمكانك أن تساعد بإقامة ندوات أو مؤتمرات على مستوى أو مؤتمرات دولية يعني خصوصا لطرح المشاكل اللي تأثرت بها مدينة الموصل، وخصوصا بعد أن يخرج داعش وتنتهي الأمور؟ نحن تعرضنا إلى تهديم الآثار، إلى تدمير البنية التحتية، إلى تدمير الإنسان، ثقافة الإنسان. هل بإمكان أنت أن تطرح هذه على المنظمات الدولية؟ أنا حقيقة قبل ما تسألني وقبل ما يتم تكليفي الإنساني هذا، أنا أقوم بهذا الموضوع منذ حوالي 6 أشهر بين واشنطن وبين جنيف وبين بغداد أيضا، واستطعت أن أوصل كثير من الوسائل والحالات. تعرف أنا لست بمبعوث إعلامي، يعني أنا هذه مسؤوليتي الإنسانية اتجاه بلدي بالضبط، وكان أيضا مسؤولية أخلاقية ومسؤولية فكرية وعقائدية عندنا باتجاه أن الإنسان يجب أن يمر بحالة غير الحالة اللي مرت بها المنطقة والموصل وكل أنحاء أخرى من العراق بالمناسبة. الإرهاب ضرب كل البلد، فالفكرة أنه أنا شرعت بذلك أيضا من خلال كوني زميل لمجلس جنيف الدولي للسياسات. طرحت على رؤساء دول وطرحت على متخذي قرار ما يحدث، وكان حتى أنا أقولها ولن يعني لن أعتبره سرا بعد الآن، أنا سأطرحها للمرة الأولى، يعني حتى كان هناك بعض الحالات المؤثرة التي من خلالها تم التخصيص منح وأعتقد وحتى حالات منح دولية باتجاه إعادة الإعمار وإعادة البناء. أنا دوري انتهى لحد هذا. أنا لا أريد أن أدخل في الأمور المالية ومن منح كم، أنا لا أعرف هذا، لكن أنا أعرف من بعض الحكومات أنه قضية المنح أصبحت تقريبا منتهية وواقع حال، وهناك دعم إلى البلد من خلال الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية التي تعمل مع الأمم المتحدة باتجاه هذا. سألتني عن المنظمات الدولية، أنا منظمتي اسمها الفن للسلام العالمي أو السلام من خلال الفنون، ردنا نكون دقيقين في الطرح، وهدفها هي محاربة التطرف الفكري والترهيب وإقصاء الآخر والعنف الأسري والعنف الفكري والعنف السياسي، وأيضا خلق تطوير قابليات الشباب
في تقديم الموسيقى العالمية لبناء جسور الثقافة وجسور العلم بين الثقافات المتباينة أو المتشابهة. نعم. وأيضا تدريب الناشئين ليصبحوا عازفين محترفين وقادة الأوركسترا في نفس الوقت، وأيضا سلام النفس. فهي متعددة الأوجه باتجاه أن يكون هناك حالة من التوازن يستطيع الإنسان من خلالها أن يمارس دورة، إن كان فنانا أو طبيبا أو طيارا أو رئيس وزراء أو حتى عامل شاي. فالفكرة هي أنه الفن للسلام أيضا تواق أن نبدأ عملنا في الموصل في وقت قريب لتأهيل وتطوير العازفين الشباب لخلق أوركسترا، احتمال أوركسترا سيمفونية في نينوى إن شاء الله في بشكل ما، وأيضا إدخال الموسيقى كعلم ولكن كنفس الوقت كحالة امتصاص للتشنج والنقمة الذي حصلت لأسباب مختلفة ومتباينة. هذا الـ IDPs والرفيجيز اللي هم الناس اللي في المخيمات واللاجئين والمهجرين يحتاجوا ليس فقط إلى الماء والكهرباء والأكل. أنا تأكيدا على الحالة الحضرية أقدم لهم موسيقى وفلسفة وعلوم وماء وكهرباء وأكل. فبالتالي الفن للسلام كعمل مؤسساتي سأكون تواق لزيارة الموصل، ومن خلال حضراتكم ومن خلال كل الإخوان الموسيقيين الموجودين يكون لدينا داتا متكاملة، بنك معلومات عن من يقوم بماذا، وبالتالي نوزع الأدوار ونقوم بشكل متكامل باتجاه خلق الحالة التدريسية مرة أخرى وتطويرها ووصلها مع العالم. يعني أنا لم أسمع متى كان المرة الأخيرة التي زار فيها موسيقى عالمي الموصل. خلي نروح يعني الفاصل أستاذ ونتحدث عن مدينة الموصل، لأن نحن بجعبتنا كثير من أسئلة وخصوصا عن مدينة الموصل. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل معكم حديثنا مع المايسترو الكبير الأستاذ كريم كنعان وصفي. هل بالإمكان أن مثلا تفتح فقط فرع أو تكلف مجموعة من الفنانين اللي أنت تثق بهم حتى يقومون بهذا الدور ومساعدين لك في داخل مدينة الموصل؟ هذا أنت سبقتني في الطرح وأشكرك على هذا التفكير البناء. أولا يعني أنا أتشرف بأن يكون لي في بسقة رأس والدي وأجدودنا يكون لي علاقة مباشرة من جانب ليس فقط إعادة البناء العمراني، وأنا حتى عندي مهندسين جاهزين للقيام بذلك، لكن البناء الإنساني والفكري. نعم أنا يعني أولا الحقيقة أستغرب بعض التأخيرات التي عاقت وصولي إلى الموصل ضمن هذا الخمسة أو ستة أيام السابقة، لم تصلني الموافقات لحد الآن، لا أعرف لماذا. وأنا ما كنت واقع أن أصل بآلة التشلو وأعزف مباشرة، لكن هناك من يقوم أيضا بذلك وهذا شيء جيد. أنا حقيقة ما أريد أن أفعله هو عدد التركيز على إعادة بناء أو افتتاح كلية الموسيقى ومعاهد. أريد أن يكون هناك فرع للفن للسلام في الموصل اعتمادا على الرائعين الفنانين الموجودين في بدون أن يعني نغرس نجبر أحد على شيء هناك، لكن هناك أمور بحكم اختلاطي العالمي منذ 1990 ولحد الأسبوع الماضي وترحالي المستمر، هناك أمور جديدة من اللطيف أن تقدم وأمور باتجاه أن يكون هناك وجهات نظر بشكل مغاير إلى حد ما عما هو كان قائم، خدمة لعملية التطوير السريع. نحن نحتاج الآن أن نسبق الزمن وأن نتغلب على الزمن، نتغلب على أنفسنا وعلى الزمن. فأنا أتوقع أن تكون هناك شراكة، حتى شراكة ممكن مع منظمات موجودة أو مع المعاهد الموجودة أو مع المدرسين، وسيكون لي لقاءات مباشرة مع حضراتهم جميعا، كل الموسيقيين الموجودين في المحافظة، باتجاه أن نتفق على الصيغة وتبادل الخبرات والاشتراك بخبرتي العالمية المتواضعة معهم باتجاه خدمة الصالح العام ورفض الخبرة وما هو قائم بما حصلت عليه من خلال هذا الترحال وهذه الخبرات
بين أمريكا وأوروبا ويعني الشرق الأوسط. فنعم أريد أن يكون هناك ويريد هذا صوتنا يصل ويكون هناك تعامل مباشر بمفهوم الفن الإسلام هناك. أود أن أدرب شباب على طريقة يعني أسرار المهنة هذه التي لها علاقة بقفز القفز أسرع من الزمن، وفي نفس الوقت مفاهيم العلاج بالصوت والعلاج بالموسيقى وبالأداء من خلال الأداء. فهذه تحتاج إلى دورات وتحتاج إلى دورات مركزة. أتمنى أن أجي إلى الموصل ونقوم بها بشكل مباشر، ويكون هناك فرع للفن السلام يقوم بعد ذلك بنقل الرسالة إلى أنحاء أخرى اعتمادا على الموسيقيين الموجودين. الموصل تعرضت إلى هجمة شرسة وكل العالم يعرف، وأنتم أدخلتم الفن والسياسة. وجنابك أيضا لك علاقات واسعة على مستوى العالم، وأيضا لما تجي وتسمع أن فنان يلتقي بكبار رؤساء العالم والوزراء وهذا شيء كبير. أما نحن بالنسبة للعراق إلى حد الآن الفنان بقى يراوح أو بقى يرجع مئات السنين إلى الخلف، فإحنا بهذا الوقت بالذات نحتاج إلى من يوصل رسالتنا، وخصوصا مدينة الموصل تعرضت آثارها للتدمير المتعمد. زين الآثار أيضا حال حال الموسيقى وحال المسرح وحال أي فن من الفنون اللي موجودة على مستوى العالم، هل بالإمكان أيضا طرح عملية التأثير أو تهديم الآثار أو سرقتها أيضا من ضمن أعمالكم أو منظمتكم الإنسانية؟ نعم، هذا أيضا من أهم ما أفكر به وأهم اهتماماتي للفترة السابقة. طبعا هناك يعني ناس لها علاقة مباشرة باليونسكو أو بالأمم المتحدة يكون لها علاقة مباشرة بالعمل مع هذا الملف من جانبهم، لكن نحن من جانبنا ومن مسؤوليتنا الأخلاقية ومسؤوليتنا المجتمعية أن نقوم ليس فقط بالتنبيه وإنما إيجاد حلول، وهذا الشيء المغاير في الحالة التي أريد أن أقوم بها. أنا أريد أيضا باستطاعتي أن أقدم حلول، فبالتالي نعم سيتم بشكل مباشر التعامل مع هذه الملفات واستقطاب الدعم الدولي باتجاه إعادة بناء ما تهدم وإيجاد ما سرق وملاحقة السراق، وبنفس الوقت إعادة بناء الإرث الإنساني والإرث الثقافي اللي موجود. طبعا هذا موضوع كبير ويحتاج جهد دولي، لكن أنا سأقوم قدر الإمكان إن سمحتوا لي طبعا، وإن تعاضدنا سوية وإن اختارت الموصل أن أمثلها أنا بهذا الشكل في المحافل الدولية، فسأكون على بشكل كامل مدعوم من نفسي ومدعوم منكم. فبهذا الشكل أنا أرحب بالتعامل بهذا التوجه، لكن هذه قضية إنسانية وأخلاقية وأساسية للحفاظ على الإرث والتراث التاريخي اللي موجود بمختلف أشكاله. ونعم سنقوم أيضا بدراسة، طبعا هذا أيضا يتوقف على مدى إمكانياتنا للوصول إلى الحقائق ووصول إلى الأمور على الأرض. وبعد ذلك يمكن تشكل فرق عمل لها علاقة مباشرة بأن تمثل الحالة ونقلها وإيجاد حلول لها. أنا يعني قادر على أن أجمع فرق عمل بهذا الاتجاه تعمل بهذا الشكل. يعني هل أنتم مصرون لحد الآن على دخول مدينة الموصل وتقديم الأعمال؟ بالتأكيد. ولو عمل واحد في هذا الوقت؟ نعم نعم، ولم أنا لم أرد له أن يكون عملا رمزيا، لأنه نقوم بهذا الموضوع منذ الفكرة أن يكون هناك فيه كل الموسيقيين الموجودين. نشترك بتقديم عمل، نشترك بتقديم الموسيقى، وأيضا تأهيل حالة الناس والتعاون مع الناس باتجاه أن يحسوا أنه وضعهم بخير. تعرف البناء الحقيقي هو البناء الإنساني الفكري وليس بناء البنايات. من تهدم، من حس بنغصة الخسارة كان الإنسان، فنحن علينا أن نتعاون باتجاه تقويم وتأهيل أنفسنا وتأهيل بعضنا، وفي نفس الوقت مساعدة بعضنا على تجاوز الأزمة. أستاذ كريم، هل فكرت أن تألف موسيقى عن مدينة الموصل بالذات؟ تم ذلك وموجودة وسأطرحها في وقتها، وهي موجودة مؤلفة كاملة، موجودة كمؤلفة كاملة وحتى مسجلة، وفي وقت قريب يعني إن شاء الله ستطرح. مثلا سميتها موصل
هي كان نعم كان يعني كان 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 لها تسمية لها علاقة بالحالة الروحانية شوية. نعم. كان تسميتها يعني تحليق الروح، وفي نفس الوقت لها تسمية أخرى لها علاقة ب لها علاقة بما يحدث هناك، لأنه وضع نعم. الموصل هو وضع قديم. نعم نعم. فأنا يعني مشاكل بين القديم والحديث. نعم نعم. فكان تسميتها لها علاقة بما كان يحدث وما يمكن أن يحدث وما يمكن أن نمر به الآن من نعم. من خلال يعني من خلال الأحداث التي حدثت والتي لا زالت إلى حد كبير مؤثرة يعني. أي فكانت يعني كانت القضية التسمية مرتبطة بالحالة الروحية كما قلت، وحالة التواصل الفكري والتواصل الإنساني والتواصل النفسي مع النفس ومع الآخر يعني. فأسفار الروح كانت التسمية الأخرى. أسفار الروح كانت لها علاقة بماذا يحدث نفسيا وروحيا وسابقا، ولماذا ردم النبي يونس وماذا حدث قبل ذلك، ولماذا ردم الآن مرة ثانية، تهدم أو تفجر وتفجر وإلى آخره، وما هو مطمور تحته، وهناك أمور كثيرة الناس حقيقة لا تعرفها داخله. فبالتالي أسفار الروح هي تلاقح أرواح من التاريخ مع أرواح التي ستكون موجودة بعد عشرات السنين، لأنه العراق مليء بالغزوات ومليء بهذه عجلات الحضارة والتغييرات التي تحدث والحروب مستمرة، لكن نحن نتغلب عليها من خلال التحضر. نعم. أستاذ كريم، في نهاية هذا اللقاء أنا أحب أن أسمع منك كلمة تحب أن تطرحها وما تحدثت بها سابقا. مثلا أقول ثقافتنا هي التي باقية وتتمدد. نعم. كلمة رائعة جدا. حلو. حضارتنا هي التي باقية وتتمدد. نعم. التحضر هو ما هو يبقى ويتمدد، أما قتل الآخر وسحل الآخر وحرق الناس وهذا يعني لن يصل بشيء، لن يصل لشيء. نعم. سواء فقط الدمار إن طال أمده أو إن قصر أمده. فبالتالي أنت ما يحدث هذا مرتبط بوجود قوة أقوى منك ستأتي و تنهيك، مثل ما يعني لم يكن البلد بحاجة إلى كل هذا. نعم. لإثبات أن هناك خلافات عقائدية، لكن الإرهاب لا دين له. نعم. أنا هذا ما أستطيع أن أقوله يعني. نعم. وندعو من الله عز وجل ومن السماء وكل الأديان الإبراهيمية وغير الإبراهيمية. نعم. وكل الأديان السماوية وغير السماوية أن يكون هناك فترة منطق للموصل تستعيد. نعم. فيها عافيتها. نعم. و تستعيد فيها موقعها وأهميتها التاريخية والثقافية والمجتمعية والإنسانية والفنية والاقتصادية وكل شيء. إن شاء الله. شعب الموصل شعب مسالم محافظ. نعم. نحن كلنا كانت عوائل محافظة سابقا، وله علاقات مع دول جوار ومع عشائر، وهناك ارتباطات لا تنهيها شرذمة سياسية أو سرقات سياسية أو حتى تخبط سياسي يعني. فأعتقد أنه يعني هذا كان درسا قاسيا للجميع. علينا أن نفكر بالتآخي والتواصل وحل المشاكل أكثر من يعني إيجاد سبب أكثر عقلانية. نعم. إيجاد أسباب حل المشاكل أكثر من الـ يعني التأثر بها بالأشكاليات. هل أنت متفائل بالمرحلة المقبلة بالذات؟ إذا كان إقليميا أم محليا لا أعرف. سؤالك هذا فيه كذا جانب. والله هي الجوانب أنا أخذها من حجم المشكلة مهول كفنان يعني. أنت دا تروح كثير ودا تحضر مؤتمرات والعالم، وأكيد دا تسمع أخبار أو مناقشات تدخل في مواضيع كثيرة. تفاؤلي سأربطه سأربط تفاؤلي بحالة واحدة، وهي إمكانية الإنسان الموصلي والإنسان العراقي. نعم. النجيب على تجاوز المشاكل وتجاوز الإشكاليات وتجاوز مسببات الإشكاليات وتجاوز القفز بالزمن. البلد مليان عباقرة ومبدعين وفنانين ومثقفين وأصلاء ونجباء وناس نظاف وعظماء، لن يؤثر فيه حالة سياسية طارئة مرت وحدثت.
فإن كان من الجانب الإنساني فأنا متفائل. العدو الحقيقي، العدو الحقيقي للعراق في الحصار والحروب وقبل ذلك، العدو الحقيقي كان الانتقاص من الإنسان العراقي ومن الأصالة، وكل ثقة أنه الأصالة باقية والإنسان العراقي النظيف باقي بإذن تعالى. نهاية هذا اللقاء أشكرك أستاذ كريم، وأنا أتمنى أن نلتقي سوية في مدينة الموصل وفي لقاء آخر كان حققت كثير من الآمال والأماني اللي يحتاجها فناني وأدباء وناس الموصل بالذات. وأشكرك مرة ثانية أستاذ كريم. شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، كان هذا لقائي مع المايسترو الكبير أستاذ كريم كنعان الوصفي. أتمنى لكم كل السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك.